أود أن أعلن موافقة القيادة الفلسطينية على دعوة مصر الشقيقة لوقف إطلاق النار الشامل والدائم ابتداء من الساعة 7 من مساء هذا اليوم بتوقيت القاهرة وفلسطين. ونأمل أن يكون ذلك بالتزامن من أجل تلبية مطالب واحتياجات أهلنا في غزة وتوفير كل مستلزماتهم الغذائية والطبية والانطلاق لبدء الإعمار لكل ما دمره العدوان. وأناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوفير كل هذه المواد بأقصى سرعة ممكنة. نحن هنا اليوم لنعلن انتصار غزة. نحن هنا اليوم لنعلن أننا انتصرنا على هذه القوة، قوة البطش الإسرائيلية. انتصرنا بفضل الله تعالى أولا، ثم بصمود شعبنا المعطاء. اليوم هذا الشعب المحاصر الضعيف انتصر على قوة البطش الإسرائيلية، فعل المستحيل، فعل ما عجزت عنه جيوش العرب مجتمعة. اليوم نساء غزة وأطفال غزة وشيوخ غزة بصمودهم وهذه المقاومة الباسلة تمكنوا جميعا بهذه اللحمة العجيبة والأسطورية أن يسجلوا هذا الانتصار العظيم.